المغاربة يغيرون عاداتهم في استهلاك اللحوم. تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يؤكد أن 55% من المغاربة باتوا يقبلون على لحوم الدواجن مقارنة مع باقي اللحوم بجميع أصنافها، إقبال يعزيه مهنيون إلى أسباب مادية وأخرى صحية. ولاو تيخافوا منها بزاف، أغلبية الناس ولاو مقبلين على الدجاج حسن من اللحم، يعني على أسباب الثمن ديال الدجاج اللي راه طالع دابا، ويعني الناس راه واخا مساكين الله يحسن العوان مقصحين تيشريو الدجاج حسن من اللحم الأحمر. وعرفت الآونة الأخيرة تغييرا كبيرا في عادات استهلاك المغاربة للحوم، فبعدما كان الإقبال كبيرا على اللحوم الحمراء باتت الأسر المغربية تفضل اللحوم البيضاء. أنا كمواطنة مغربية كنفضل اللحوم البيضاء لأنها في متناول الجميع، والثمن ديالها يعني يقدر أي واحد ياخذه. بالنسبة للحوم الحمراء شوية الثمن ديالها مرتفع، وحتى بالنسبة للكوليسترول بالنسبة بزاف ديال الأمراض. هذا ويحذر أطباء من الاستهلاك المفرط للدواجن خاصة البيضاء منها، التي تعتمد في تغذيتها على الأعلاف المنتجة من المخلفات الصناعية. الى داك الدواجن لان طبيعيا كيعطيهم واحد المجموعه ديال المواد، وخاصه المواد المكونه من السلفاميد، هذه كتكون عندها اثار سلبيه على الصحه ديال المستهلك. خص هذاك الدواجن توقف عن الاكل ديال داك المواد، داك الاعلاف اللي هي ماشي طبيعيه، واحد المده ديال بين 4 أيام الاسبوع، وعاد تم الاستهلاك ديالها باش ما كتكونش عندها اضرار. وأمام الإقبال الكبير للمغاربة على لحوم الدواجن، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تكثيف عملية مراقبة محلات تربية الدواجن وبيعها، والحد من التواجد القوي للوسطاء في القطاع لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. هي أسباب مادية وأخرى صحية أجبرت المغاربة على تغيير عاداتهم في استهلاك اللحوم وإقبالهم على اللحوم البيضاء. إقبال يأتي بالرغم من ارتفاع أسعارها خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل. كريم الخرقوري، قناة الغد، الرباط.